مساء الخير، وحشتوني جدا جدا. جمعة مباركة عليكم يا رب. عايز اطلب من كل الاهلوية اللي بيتفرجوا عليا يا ريت يدعم الفيديو بلايك علشان يوصل لاكبر عدد من الاهلوية. طيب، في بداية حلقة اليوم انا هتكلم عن الاخبار المتنوعة وبنهي الحلقة باخبار النادي الاهلي. هبدأ بعدلي القيعي. بصراحة تصريحات عدلي القيعي ما يعني مع كامل حفظ الألقاب طبعا، يعني أنا مش معاها لأول مرة، بختلف معاها اختلاف تام جدا. بيتكلم على موضوع التحكيم النسائي، بيقول أنا ضد وجود التحكيم النسائي في مباريات الرجال، يعني في ست كحكم تستحمل حد يزعق لها زي ما بيحصل في الدوري، أنا خايف من هذا الدور ودي ليست نقلة حضارية. طيب أنا حابة بس أرد على جزئية طبعا، يعني بنسبة 1000000% فكرة ان حد يزعلها او الكلام ده كله، لا هي يعني هي على حسب الشخصية. مبدئيا المفروض يبقى فيه اختبارات قوية جدا للتحكيم النسائي، ما ينفعش ان احنا نجيب حكم نعمله احنا بنعمل تقييمات بدنية وبنعمل تقييمات مش عارف ايه، يعني كل الحاجات دي على عيني وعلى راسي، ولكن الاهم هو الشخصية، يعني ده جزء مهم، مش الاهم طبعا، جزء مهم جدا من التقييم هو شخصية ايه الحكم في الملعب. طيب فانا من وجهة نظري اللي انا عايز اقولها لك المتواضعة جدا، اتكلم عن حالي انا في اوقات كتيره جدا، يعني لما كنا مثلا بيبقى في دوره او في ندوه او في محاضره، انا كان ممكن يكون قاعد قدامي رجاله بجنابات اكبر مني في السن بكتير وقامات كبيره جدا من الناحيه العلميه ومن نواحي كتير جدا حتى في الكارير بتاعهم في شغلهم، وانا اللي كنت بدير الجلسه دي او انا اللي كنت بدير المكان اللي انا فيه بطريقتي بشخصيتي، فبالتالي هي الشخصيه بتفرق جدا. فكرة ان حد يزعلها دي مش تروح تعيط يعني، واللي هو تحط التيشو في جيبها واما حد يزعلها تطلع تعيط، لا، في شخصيات بتبقى قوية جدا وحازمة جدا. لو انت يعني لمجرد ان انت هيبقى في تجاوز في قانون، احنا بنشتغل بالقانون، في تجاوز هيبقى في رد فعل عنيف جدا من الحكم. وعايز اقول لك ان في سيدات شخصيتها اقوى من الرجالة، فانا بختلف معاك تماما. طيب انا خايف من هذا الدور، قلناه كرة القدم لعبة عنيفة بطبعها، فممكن وهي بتجري تخبط في لاعب يسقطها على الارض، وما اقوله ليس عنصرية، احنا عارفين ان هو مش كلام عنصري، ولكن يعني او يعني دي النية ان هو مش كلام عنصري، ولكن اللي انا عايز اقوله برضو لو الحكم سواء راجل او ست هو يعني على قدر عالي جدا من الكفاءة، هو مش هيجي اصلا في مسار الكورة، يعني هو اصلا مش هيجي في مسار اللاعب اللي بيجري ومعاه الكورة عشان يخبط فيه ويقع. وعايز اقول لك يعني اذكر لنا الحالات اللي حصل فيها كده ان الحكم خبط في اللاعب تتعدى على الصوابع على مدار يعني عمر كامل، في حالات قليلة جدا ان الحكم يخبط في اللاعب ويقع، يعني دي حالات ما بتحصلش كتير. ده اول حاجة. تاني حاجة برضو هرجع وهقول القوة البدنية مش شرط ان احنا يبقى الترابيس والمجانس والعضلات طالعة عشان يبقى الواحد قوته البدنية موجودة، لا، في ناس كتير او سيدات كتيرة جدا عندها قوة بدنية يعني الحمد لله افضل من رجالة كتير جدا. فبالتالي انا بصراحة ضد جدا جدا الكلام اللي اتقال ومش عاجبني ابدا ويزعلني. عايز اقول لكم حلقة اليوم كلها هتبقى ضد، يعني هتسمع حاجات كلها ماشية بالعكس، وطبعا الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، ده رأي شخصي واحترم اراء الجميع، علشان الناس تقولي لو انت ما بتحبيش النقد ما عنديش مشكلة خالص فان انتوا تبقوا مختلفين معايا في الرأي، فده رأيي انا الشخصي ان انا ضد ده جدا جدا. طيب هنتكلم عن حاجة تانية وهقول ضد برضو، يعني مع الاسف حالات اليوم بدأناها كتير بالضد، موضوع تيشيرت النادي الاهلي. طيب خلاص الكل عارف دلوقتي ان في حمله هتبقى منظمه جدا على الناس زي ما بيقولوا عليهم اللي بيقول لك تحت بير السلم، اللي بيعمل كوبي من التيشيرت بتاع النادي الاهلي ويبيعه بسعر رخيص. انا مع وضد، يعني انا مع وضد، انا مع ده لان انت بتنتج حاجه بتعمل كواليتي عاليه جدا وعايز اكيد تكسب فيها، يعني هو بزنس برضو بالاول وبالاخر، فانت بتخسر لما حد بيقلد التيشيرت بتاعك وبيبيعه بسعر رخيص وانت بتنتج المنتج بتاعك مش كل الناس بتشتريه. انا مع ان طبعا دي بتعمل خسائر، وضد حاجه تانية زي ما اتكلمت على موضوع التاكتس بتاعه المباريات وقلت الكلام ده، وفي ناس دخلت قعدت تتريق وتسف على الكلام وتقول لك 100 جنيه هو ايه 100 جنيه دي اصلا، لا حضرتك في ناس بتشتغل باليوميه، لو انت مش عايش في الكوكب وانت ربنا كرمك ربنا يوسع عليك يا رب، ولكن ال 100 جنيه دي بالنسبه لناس تانيين رقم، فما يعني دايما بلاش نزايد على بعض وبلاش نتكلم في ايه في حته ان هي ايه اصلا 100 جنيه. طب انا هرجع لموضوعي الاساسي هو التيشيرت، في ناس معهاش ان هي تشتري بال1000 او بتشتري بال500 او تشتري ب300، يعني هو تقريبا التيشيرت السعر الثالث اللي هو الكواليتي بتاعته قال شويه اعتقد يعني وزن 300 جنيه فهيبقى في الرينج ده. طيب في ناس بالنسبه لها 300 جنيه دي بشهر يعني شهري،
هو اصلا شهريا بيطلع له 300 جنيه. وعلى فكره الكلام ده مش هزار والله، عشان بس ما حدش يقعد يقول ما فيش الكلام ده، لا هو فيه الكلام ده. طيب النادي الاهلي يعني قاعده جماهيريه عريضه جدا جدا، الناس دي بتحب النادي قوي وبتفرح قوي بان هي تبقى لابسه التيشيرت بتاع النادي وتروح وتشجع بيه، سواء راحت استاد او راحت قعدت في قهوه دفعت في كوبايه الشاي 5 جنيه لابس تيشيرت النادي الاهلي اللي هو شاريه ب 50 جنيه او ب 60 جنيه. فانا ليه احرمه؟ انا ليه احرمه من فرحته ومن حبه للنادي وتشجيعه اللي هو عايز يعني الفرحه والشغف ده، انا ليه احرمه منه؟ يعني الناس دي بتعاني جدا يا جماعه في حياتنا في حياتها. فبالتالي انا رايي المتواضع ان احنا ليه ما نعملش حاجه يعني تبقى الكواليتي بتاعها اقل شويه ونعرضها برضو في مع موزعين معتمدين للنادي الاهلي او في الاوفيشال ستور يعني بسعر رخيص، بسعر على قد ما الناس دي تقدر تشتري. ابقى انا ما خسرتش حاجه، انا على قد اللي انا صرفته عليه انا جبت تمنه من الاخر كده اللي هو ببساطه يعني عشان الناس تبقى فاهمه انا بقول ايه. فانت ما عندكش خسائر، ما انتجتش حاجه ب 1000 جنيه واضطريت تبيعها ب 300 جنيه، لا انت انتج حاجه بحاجه يعني جوده اقل شويه للناس الغلابه، للناس اللي هي عايزه تشجعه ومعهاش ان هي تشتري تيشرت غالي. وده مجرد رأي شخصي يعني يا جماعة، انا مش بفرض رأيي على حد ومش بقول ان ده صح او غلط، انا بقول مجرد رأي شخصي من خلال اللي انا بشوفه من خلال اللي انا بعيشه. انا بحتك كل طبقات المجتمع وبحتك بالناس، من الناس اللي هي بالنسبة له الالف جنيه دي ولا اي حاجة هينزل يشتري واحد واثنين ويوزع الباقي هدايا، واحتك بالناس اللي بتقولك انا عشان اجيب التيشرت ابو 50 جنيه ده انا بقطعه من رزقي يوم واثنين وثلاثة. فبالتالي انا ده رأيي من اللي بشوفه، واكيد انا ما قلتش ان هو صح او غلط. يا جماعه هو الناس اللي شغاله في مركز التسويه والتحكيم الرياضي دول ما لهمش حد يسال عليهم؟ ما لهمش ناس يقول لهم كده يا عيني انتوا فين وبتعملوا ايه؟ هو الناس دي معموله اللي هي اللجنه دي ولا المركز ده كله على بعضه كده هو موجود ليه؟ موجود علشان يجي كده الفجر كل يوم بسم الله الرحمن الرحيم نفتح عينينا اللي هو لسه انت بتقول جود مورنينج تلاقي قرار من مركز التسويه والتحكيم الرياضي ومفيش ولا مخلوق بيطبقه ومفيش ولا حد بينفذه. يعني انت معمول ليه؟ ومصاريف وبنجيب ورق واقلام وبتاع ونكتب وكهرباء وميه ونور ومبنى وبتاع. طب يا جماعه هو انتوا يعني والله يعني بجد انا نفسي افهم قرار مركز التسويه والتحكيم الرياضي بايقاف انتخابات نادي سموحه، وانتخابات نادي سموحه شغاله عادي جدا يعني عادي جدا، انتوا عاملين بتطلعوا في قرارات ومحدش بيسمع لكم اصلا، كان انتوا مالكوش اي 30 40 لازمه. فبالتالي يعني يا جماعه الناس دي ملهاش كلمه، خلاص حلوا بقى المركز ده والغوا بقى اللجنه دي اللي هي ملهاش اي دور وما تزهقوناش بقى يا جدعان. طيب موضوع كريم بامبو، علشان الناس اللي فضلت تقول لا مش خبر مش حقيقي وراجل ما خدش منشطات وراجل خد منشطات، طلع كريم حسن شحاته قال لك لا ده اخد برشام بتاع تخسيس اللي هو اللاعب اصلا عايز محلول جفاف اساسا يعني، فبيقول لك ان هو عايز اخد برشام تخسيس وبيتعارض مع مش عارف ايه وكلام كده يعني عبيط جدا وغريب جدا ما ينفعش يعني يتصدق. المفروض قبل ما حد يطلع يتكلم يقول كلام شويه منطقي يعني احترموا عقولنا، بعيدا عن اللاعب محتاج تخسيس او مش محتاج تخسيس ونقعد في البيت وزاد شويه، بعيدا عن فنكوش البرشام اللي بيخسس اصلا واللي هو اساس الحاجات دي مش حقيقيه وكلنا عارفين ان الكلام ده برضو يعني بلح يعني. طيب انت المفروض قبل ما بتاخد حاجه كلاعب كوره طيب او اي رياضي، ده اللي انا اعرفه والله، اي رياضي قبل ما ياخد اي برشام او يخضع لعمليات او حاجه بيستشير الجهاز الطبي للنادي بتاعه. فانت بناء عليه قعدت في بيتك كده ايه ده انا هطلع لي حته كرش كده يا نهار ابيض، قوم يد افتح التلاجة خد لك برشامتين تخسيس عشان تخس 2 3 4 كيلو قبل ما ترجع تلعب تاني. فكلام طبعا مش منطقي خالص ولا يخش العقل بربع جنيه. جمال الغندور بيقول لك التحكيم المصري اثبت كفاءه في اداره مباراتي القمه في الموسم الماضي، لماذا العوده الى الخلف واستخدام حكام اجانب؟ كلام يعني مش هقول يحترم المره دي، انا دايما بقول كلام يحترم، كلام لا يحترم بالمره. طيب نادي الاهلي ما طالبش باستخدام حكام اجانب، نادي الزمالك نفس الكلام، نادي الزمالك اصلا هو مش ناقص استخدام حكام اجانب، 35000 دولار رقم طبعا يعني كبير بالنسبه لنادي الزمالك، نادي الزمالك وصلت ديونه 200 مليون جنيه، 200 مليون جنيه واحتمال كبير جدا يبقى في ايقاف للقيد لخمس فترات، طبعا موضوع رقم يعني حاجه مهزله والله. دائما وابدا لما كنت بتكلم مع اصحابي الزملكاويه بنقعد نهزر ونصف على بعض تقول ايوه مؤامره وانتوا اللي مش عارف عملتوا لنا انتوا عاملين سحر والكلام ده، على سبيل الهزار كنت دايما اقول لهم على سبيل الجد ان اللي بيدمر نادي الزمالك ابنائه والموضوع بيجي من داخله، الاداره دائما فاشله وفاسده، دائما وابدا اداره نادي الزمالك بتعبث بنادي الزمالك وعندها مطامع شخصيه، مطامع في الكرسي، وما بنشوفش حد قلبه على نادي الزمالك بجد وبيسعى جاهدا ان انا جاي علشان انا عايز اصلح
بالعكس تماما، طول الوقت الناس اللي بتيجي بتفسد اكتر من اللي قبلها. طلع مرتضى قال لك انا معايا مستندات ودائل ان انا ماشي ومعليش ديون ومفيش اي قضايا ومعايا اوراق. طب ما تطلع يا عم الاوراق بدل ما الدنيا غرقانه كده في نادي الزمالك، يقول لك لا، ويطالب مش عارف عايزين يعملوا ايه في عباس. كلام بصراحه يعني مهزله بتحصل في نادي الزمالك، حاجه تحزن، والواحد مش شمتان ابدا ولا حاجه، بالعكس كل لما هيكون انا عندي منافس قوي كل لما انا هشتغل وهسعى وهطور من حالي، ولكن على الحال اللي احنا فيه ده الموضوع بجد يزعل جدا. هختم حلقه اليوم باخبار لاعبي النادي الاهلي، علشان حصل بلبله جامده جدا امبارح واليوم بسمع اخبار وبقرا اخبار غريبه. محمد هاني يعلن العصيان والتمرد ويقبل بعرض بيراميدز في الانتقال في يناير القادم ان شاء الله، عايز يروح بيراميدز وبيطالب اداره النادي الاهلي ان هي توافق على العرض، وخصوصا ان هو عارف ان في مشكله مع نادي الطموح واللي حصل في صفقه ناصر ماهر، وان احنا وقفنا التفاوض ورفضنا. فمحمد هاني بيقول لك هيعمل ازمه ومشكله، وان هو بيطالب بالرحيل، ونظرا لان هو مش هيبقى فيه دور ليه في الملعب الفترة الجاية، عشان أكيد أكرم حاجز مكانه بنسبة 100%. وأنا بقول لكم الكلام ده مش حقيقي بالمرة، مفيش أي مشكلة خالص، دي المرة التانية بتكلم في موضوع محمد هاني، الدنيا ستيبل جدا ومفيش أي مشكلات. النادي الأهلي داخل على بطولات كتيرة جدا، وأنت محتاج يبقى عندك فريقين، ده هيلعب في هنا وده هيلعب هنا، ومفيش حاجة اسمها حد هيبقى موجود أساسي وطول الوقت بيلعب وطول الوقت الدكة قاعدة مش موجودة، الكلام ده مش حقيقي خالص، ومفيش أي مشكلة مع محمد هاني. كهربا قال لك زعلان بعد التألق في المباريات اللي فاتت، وقال لك ازاي انا ابقى في المستوى ده وما يتمش اشراكي في المباراة ولا حتى لمدة قصيرة، واعلن التمرد ويروح لحاله مركبش الباص مع زمايله. برضو بقول لكم ان الكلام ده بلح وما حصلش وما فيش اي مشكلة مع كهربا 100%. انا اللي بيصبرني على كهربا وبعض تصرفاته الصبيانية اللي هو يعني شوية كده بيبقى ليه تصرفات مش محسوبة، ان الولد ده او اللاعب ده قلب ابيض بشكل ينهر ابيض، وعنده تصالح مع نفسه بنسبة كبيرة جدا. انا بس دايما الكومنت عليه ان انت خليك تصرفاتك مسؤولة يا كهربا بره الملعب او في حياتك الشخصيه، ولكن كجوه الملعب او في اطار زمايله والفريق بتاعه، بصراحه اللاعب ده من اكتر اللعيبه اللي طيبه جدا جدا وبتحب النادي الاهلي وبتحترمه. طيب مين كمان؟ محمد محمود قال لك برضو استياء محمد محمود، وقال لك خلاص انا بدور على عايز اطلع اعاره ومش عايز اكمل، لانه من الواضح كده ان انا موسيماني انا مش عاجبه او مش على مزاجه، وهيعمل معايا زي ما عمل مع ناصر ماهر وهفضل قاعد دكه. الكلام ده ما طلعش من محمد محمود بتاتا، لاعب برضو من اللعيبه الخلوقه جدا جدا اللي انت اصلا ما تحسش بوجودها وما تحسش ان هي معاك من كتر ما هو اخلاقه عاليه وعنده ايمان عالي جدا وصابر ومستني ان هو هياخد دور. والناس اتكلمت معايا في النادي الاهلي وفهمته وقالت له الفتره الجايه نفس الكلام بتاع محمد هاني، عندنا مباريات كتيره جدا وكله هيلعب، ما تخافوش يا عيال كله هياخد، عارفين الموضوع ده هي كده بالظبط، فما فيش اي مشكله خالص مع محمد محمود. محمد شريف نفس الكلام، احنا شفنا كميه هرتله يا جماعه حصلت، واقول لكم سببها. يعني قبل ما اقول لكم سببها اقول لكم ان محمد شريف مفيش ازمه ولا حاجه، انا بعت رساله لمحمد شريف عشان اقول له خلي بالك الفتره الجايه في لعيبه كتيره موجوده قويه في النادي الاهلي، فبلاش تتاثر نفسيا ويبان عليك ده في الملعب. مش معنى كلامي ان الراجل متمرد او ان الراجل زعلان او الراجل بيقول لك ان انا مش هلعب تاني ولا حاجه، ايه السبب اللي بيحصل ده؟ علشان احنا مش قادرين عليك في الملعب، وشفنا فيلم رعب، يعني احنا شفنا فيلم رعب حصل بعد رقصة الزومبي، والله ووكينج ديد وش الرقصة بتاعة تاودي، اللي اتفرج على ووكينج ديد هيعرف ان هي نفس الرقصة بالظبط. فقال لك احنا هنلعب زومبي في الملعب يعني صباح الرعب، فالناس بقى قالت لك انا مش هقدر عليك في الملعب، فخلي الحرب ما تبقاش شريفة وما تبقاش جوه الملعب، خليها بقى حرب على السوشيال ميديا. فيا جماعة ويا جمهور الاهلي العظيم انتبه. طيب احمد عبد القادر بعد المستوى الهايل اللي ظهر فيه في الفتره الصغيره جدا في الكام دقيقه اللي لعبهم دول، بيقول يعني بيقول اكتر من مصدر ان كيروش عينه على عبد القادر، واعتقد ان ده كان المفروض يحصل من فتره كبيره، ولكن دائما وابدا النادي الاهلي هو محط انظار الجميع، لاعب عشان يظهر ويبان حتى لو تالق في فرق تانية، دائما وابدا بيبقى الضوء بيلقى عليه لما يكون في النادي الاهلي. كل التوفيق لعبد القادر وان شاء الله يا رب نشوفه في المنتخب. اخيرا هختم بمحمد الشناوي. محمد الشناوي انتظم اليوم في التدريبات الجماعية مع النادي الأهلي، اللاعب الحمد لله الحمد لله تم شفاه ودلوقتي موجود في التدريبات الجماعية، هل هيلحق مباراة القمة ولا لا؟
يعني الشناوي عايز يلحق مباراه القمه، نتمنى من كل قلبنا ان هو يكون جاهز بنسبه 100%. النادي الاهلي مش هيخلي الشناوي يحط رجله في الملعب الا لما يبقى على يقين بنسبه مليون كمان في المية ان اللاعب جاهز تماما. ويا رب يا رب ان شاء الله نسبه تواجده اعلى من نسبه عدم تواجده، نشوفه باذن الله في مباراه القمه. وكل التوفيق لعلي لطفي في مباراه البنك الاهلي، مباراه حاسمه ومهمه جدا، لان انت لعبت البنك الاهلي الموسم الماضي رايح جاي تعادلت معاه، فبالتالي المباراه بالنسبه لنا هامه جدا. ان شاء الله هنشوف اداء مشرف، هنشوف كوره حلوه، هنشوف اهداف كتيره. يا رب التوفيق للنادي الاهلي. ودي كانت موضوعاتي، ما تنسوش تدعموني باللايك. ثانك يو.